عندما طرح الهاتف المحمول الذي تعمل شاشته باللمس في الأسواق، تغيرت هذه الأسواق إلى الأبد. فهذه الواجهة رائعة إذا تمكنت من رؤية أين يجب أن تضع إصبعك، ولكن بالنسبة لأكثر من 3 ملايين شخص حول العالم يعانون من مشاكل في الإبصار، فإن هذه التكنولوجيا قدمت لهم ما هو أكثر من مجرد شاشة تفاعلية وفاتورة هاتف مرتفعة. بإمكان استخدام جهاز كهذا في حالة واحدة فقط، إذا كان النص والصورة يظهران على شاشته كبيرين وواضحين بما فيه الكفاية لأراها، وأنا مصنف رسميا على أني مكفوف. ما يزيد من المشكلة هو أن شاشات اللمس تعتمد على تقنية جوهرية، وهي عدم وجود نقاط مرجعية فيها مثل أزرار الهاتف المحمول العادي، فأسطح هذه الشاشات ألواح زجاجية ملساء. وهذا يزعج المغني ستيفي وندر عندما تحدث إلى برنامج كليك العام الماضي، أعلمنا عن طريقة لتجاوز هذه المشكلة. لقد أخبرنا شخص ما أنه سيطلعنا على جهاز يمكن ربطه بالهاتف المحمول، وهو سيمكن الشخص المكفوف من معرفة الصفحة التي يستخدمها على الهاتف. إن تصميم شيء كهذا سيكون رائعا، ولكن بإمكان هؤلاء المصممين اتخاذ خطوة أخرى وتصميم سطح إضافي يشتريه الشخص المحتاج ويثبته على شاشة اللمس ليتمكن من استخدامها. Tactile unit to put on top of that touch phone or unit that you'll be using. والآن وبعد مرور نحو عامين تم تطوير شيء كهذا. فهذا الغطاء عبارة عن لوحة مفاتيح ليتمكن جميع المستخدمين من لمس الأزرار بسهولة أكبر. إلا أن هذه الفكرة لا تروق لستيف نوت الذي يدير مكتب خدمات كمبيوتر مختص في تمكين المهووسين بالتكنولوجيا الذين يعانون من مشاكل في الرؤية من التحدث إلى أجهزتهم. باعتقادي أن طريقة الاستخدام هذه هي للمستخدم الجبان، هذا رأيي، وأعتقد أن ذوي البصر المحدود يمكنهم ببعض الصعوبة استخدام شاشة اللمس كما هي. بدلا من استخدام غطاء لوحة المفاتيح العادي، توصل ستيف إلى حل أكثر تطورا لاستخدام جميع برامج هاتف اللمس وكل ما يحتويه. مثلا جهاز البريل هذا يستقبل إشارة بلوتوث لاسلكية من الهاتف النقال، مما يعني أنه بإمكان المستخدم معرفة الملفات التي ينتقل بينها على الشاشة باللمس. بالرغم من أن الآيفون معروف بمدى تطور خصائصه الأساسية، إلا أن جميع الهواتف الذكية الحديثة تتمتع بخصائص استخدام متعددة مثل صيغة التباين العالي وأحجام الخط المختلفة، وخاصة التنبيه بالاهتزاز. وبالطبع ولأنه جهاز ذكي، فهناك العديد من البرامج التي يمكن إضافتها على الهاتف لتعزيز استخدامه أكثر، منها برنامج قارئ الشاشة وبرنامج توكس الذي يمكن استخدامه على هواتف نوكيا، ويبلغ سعره نحو $270. لدى استخدام البرنامج تأخذ شاشة الهاتف تعمل بالنطق، فلدى لمس مكان ما على الشاشة يتحدث البرنامج ويعلمك ما هو الزر الذي تلمسه، ومثل هاتف الآيفون فهو يجنبك استخدام الأزرار الخاطئة إذ يطلب تعليمات واضحة من المستخدم قبل استخدام الزر. هنا التأكيد يتم من خلال رفع الإصبع على الشاشة ومن ثم النقر عليه مجددا. من خلال استخدام الهاتف مكررا فأنا أتعلم عرض شاشته. هذا البرنامج الذي يسمى Vision Hunt يستخدم كاميرا الهاتف للتعرف على الألوان والأجسام وحتى الأوراق النقدية لليورو والدولار. ثمنه نحو $100، ولا تتوقع من البرنامج أن يكون صحيحا كل الوقت. ولكن بالرغم من أن هذه البرامج لا تتعرف بشكل صحيح على كل الأجسام، إلا أنها تعمل جيدا على توجيهنا في العالم الحقيقي. Right.
حسنا، أنهيت شرب الشاي وسأتوجه إلى اجتماع، إلا أنني لا أعلم أين سيتم. بالنسبة لي لا يكفي أن أعرف مكان الاجتماع، يجب أن أعلم مكان تواجدي الحالي. أستخدم نظام الجي بي إس، ليس سهلا على جميع الأشخاص. بالإضافة إلى هذا، فإنه في حال عدم رؤيتك الشوارع والمعالم حولك فحتما ستضيع. لكن هذا الشخص يحاول تغيير كل هذا. مايك ماي متخصص في أجهزة الجي بي إس، ولكنه قام مؤخرا بتصميم برنامج لهاتف الآيفون يزود المستخدم بمعلومات قد يعتبرها البعض أمرا مفروغا منه. الشيء الذي نحاول إضافته لا يتواجد في أجهزة الجي بي إس العادية، فعندما أسير أنا كشخص كفيف في الشارع وأصل إلى تقاطع طرق أرغب في معرفة معلومات أكثر، وهذا هو ما حاولنا إحرازه من خلال هذا البرنامج. بإمكانك هز الهاتف لدى الوصول إلى تقاطع طرق، وهو يخبرك أين أنت تماما واسم الشارع الذي تقف فيه. بالنظر قدما، فإن تكنولوجيا أجهزة اللمس تعيدنا بالكثير، فمختبرات ديزني للبحث تعمل على تطوير لوح يمنح ردود أفعال شبه حقيقية، وبذلك عندما تلمس صورة لجدار فستشعر بأنك فعلا تلمس جدارا حقيقيا وليس مجرد سطح أملس. لابد أن الآثار التي ستأتي بها أبحاث كهذه ستكون بعيدة المدى، فبإمكاننا توقع الاستمتاع بتجارب أكثر متعة، وهذا لا ينحصر على من يعانون من مشاكل في الإبصار، وإنما على الناس جميعاً.